40,000 youth graduate from Palestinian universities each year, but 3 Palestinian graduates out of 5 remain unemployed. تخرجت في معدل 87 خلاني أحصل على مرتبة الشرف. أعطونا أمل إن بعد التخرج رح نلاقي وظائف بالمستشفيات اللي تدربنا فيها، رح يكون إلنا فرص أكتر من غيرنا. لكن ما بعد التخرج كان النتيجة معاكسة، ما في إعلان شواغر، ما في فرص. The World Bank has introduced a new financial instrument. Investors hire a consortium of NGOs, associations, and institutions to identify specific employment opportunities for youth. كانوا نقابة المهندسين معلنين عن برنامج تدريبي تأهيل وتشغيل المهندسين في مجال الصحة والسلامة المهنية وفي مجال ضبط الجودة. سجلت فيه على أمل إنه ألاقي وظيفة، أتدرب، أستفيد من إشي. Based on the skills required by hiring companies, the consortium designs specific trainings for youth. التدريب كان يشمل كيف نكتب سيرة ذاتية، بتعلمنا مهارات الاتصال والتواصل، دورات أساسية في التمريض الـ PLS والـ ACLS. بعد التدريب النظري في عنا تطبيق العملي، تطبيقي للعملي كتير مفيد إلي، بخليني أتعامل مع المريض بكل أمان، أحافظ على حياة المريض بالطريقة السليمة. بعد ما أخذنا الأشياء النظرية أعطونا تدريب 6 أشهر، في عقد 6 أشهر مع الشركات. 80% من الأشياء اللي أعطونا إياها طبقناها. يعني أنا حالياً بشتغل في ضبط الجودة في مشرفة صحة وسلامة مهنية في المصنع. تعرفت على بيئة عمل جديدة، تعرفت على ناس جداد، وإن شاء الله إنه يكون فرصة عمل مستدامة عندهم. When most of the trainees will be employed, the World Bank will refund the financial institution's investment, rewarding them for the impact of the project. بعد حصولي على الوظيفة توظفت وأنا واثقة من نفسي بسبب الأساسيات والتدريبات العملية اللي أنا كنت مطبقيتها. بشوف حالي إني بعطي إشي للمجتمع من خلال معالجتي للمرضى ومساعدتهم بالشفاء، خصوصاً في ظل جائحة فيروس كورونا. Thank you.